ملك الغابة، حكاية من التراث القديم. نمر، دب، أفعى، فهد. الغابة في الهند مليئة بهذه الحيوانات المفترسة، ويوجد في الهند السباع أيضا. كان هذا القرد الصغير أكثر قرود الغابة جبنا، ولم يكن يترك أمه أبدا. أوه، دع عنك هذا الخوف، لقد كبرت الآن ويجب أن تستقل. هيا. ماذا؟ لكن الغابة مخيفة يا أمي، هناك ليوث ونمور وفهود، أنا أخافهم جميعا. ولكنك إذا ظللت هكذا سوف تهلك، كيف ستحصل على الطعام عندما أرحل عنك؟ أمي أرجوك ألا تموتي، ابقي بجانبي. يجب أن أفعل شيئا. وجدتها، تعال معي. أمي تعال. إلى أين؟ انظر إلي. لقد أصبح كبيرا ولا يزال شديد التعلق بأمي. يا للعار، إن مجرد النظر إليه يثير الإشمئزاز. يا إنها مشكلة حقا، مشكلة. ذهبت القردة الأم لاستشارة البوم العجوز الحكيم. أرجوك أرشدني إلى الحل، أرجوك. حسنا، هيا معي، هيا. قاد البوم القردة الأم وطفلها إلى الطرف الآخر من الغابة. عزيزي القرد، انظر هناك، يقال أن هذه المخلوقات هي أقوى مخلوقات الدنيا. حقا؟ هل هذا صحيح؟ هل هي أقوى مخلوقات الدنيا؟ نعم، إن البشر لا يتمتعون بقوة جسدية فقط، وإنما هم أذكياء جدا. نعم، الذكاء هو المهم. إنه نمر. نعم، يمكن للبشر أن يصطادوا النمور إذا استخدموا العقل. أنا أتمنى أن يكون لي عقل مثل عقلهم. وأنا أيضا أتمنى ذلك أيها البوم. إذن لتكن لديك ثقة بنفسك، إذا استخدمت عقلك لن تخشى شيئا. منذ اليوم التالي خرج القرد الجبان باحثا عن طعامه. لقد كان هذا القرد الصغير سيء الحظ. لقد حضرت. أيها القرد الصغير، إن حجمك مناسب جدا، سأكلك. ماذا أفعل؟ يجب أن أستخدم عقلي. نعم، يجب أن أفعل ذلك. سأكلك. لحظة واحدة. ماذا؟ ألا تخاف مني أيها القرد؟ لا أبدا، فأنا محجوز. نعم، محجوز من قبل. محجوز؟ ماذا تعني؟ يريد السبع الذي يسكن الجانب الآخر من الغابة أن يأكلني كتحلية بعد أن يتناول طعامه. نعم، إنه قوي، لا تقابله أرجوك. أنا أقوى سبع الغابة، تفهم؟ لكنه قال بأنك جبان وأن شعر رأسك رديء جدا، هكذا قال. ماذا؟ شعر رأسي رديء؟ أيها القرد، خذ لي إليه، سوف أقاتل هذا الوقع. حسنا، أنا أفضل أن يأكلني الأقوى. هيا بنا، هيا. هوب، هيا، إنه هناك. قاد القرد الصغير السبع إلى حافة هوة تطل على البحيرة. حسنا، إنه أسفل، انظر إليه. كان هناك سبع بالفعل، لكنه كان انعكاسا لوجهه. كم يبدو رديئا مهلهلا، هو الذي يبدو مهلهل الشعر. حسنا، سوف أكون أنا الفائز دون شك، انظر جيدا. انتشر الخبر في الغابة. هذا هو القرد الشجاع، خير لنا أن نتقي شره. نعم.
المبالغة في الثقة بالنفس أمر خطر. لقد أصبح القرد الصغير مؤمنا بأنه أقوى حيوانات الغابة. لن يهزمني أحد، فلي عقل غير عادي. افسح لي الطريق أيها الصغير. ماذا أيها الصغير؟ كان هذا أكبر فيل في الغابة. أيها الفيل، كيف تجرؤ على منادة سيد الغابة بالصغير؟ كيف؟ الصغير صغير وسيظل هكذا، كنت أظن بأني أنا سيد الغابة. لا أسمعك بوضوح، انتظر أيها الفيل. هيا أخبرني، هل سبق أن قضيت على سبع من قبل؟ هيا أخبرني، ما تظن نفسك؟ ها؟ لا لم أفعل ذلك من قبل، لكن السباع تخافني. حزن القرد الصغير كثيرا ولم يستطع تحمل الأمر. أيها الفيل، انظر إلي، لي يدان يمكنني أن أمسك بهم الأشياء، انظر هكذا. أنا لي خرطوم وهي تفي بالغرض حقا، كما يمكنني أن أهرش جسمي أيضا. انظر أيضا، خذ. إنه يكيدني، ماذا أفعل له؟ نعم، هل تستطيع أن تفعل مثلي؟ أنا أتسلق الشجرة. حسنا، يمكنني أن أفعل ذلك، سوف أحاول. ما الذي تفعلان ها؟ جئت في الوقت المناسب أيها البوم، هيا أخبرني، من من الأقوى، أنا أم الفيل؟ ها؟ أرجوك يا البوم، قل لي من الأقوى منا؟ فكر البوم وقال: حسنا، ما رأيكم بهذا؟ من يحضر لي ثمرة جوز الهند من الربوة الجنوبية قبل الآخر يصبح هو الأقوى، ما رأيكم؟ حسنا، أنا موافق. أنا أيضا موافق، هيا بنا. هيا. اتجه كل من القرد الصغير والفيل نحو الربوة الجنوبية. أنا أسرع منك. كان النهر عريضا، لم يستطع القرد أن يعبره. ماذا أفعل؟ يجب أن أستخدم عقلي، يجب. الوداع أيها القرد. راح الفيل يعبر النهر رويدا، ولكن إذا تركت القرد الصغير هكذا ماذا ستقول عني الحيوانات؟ الفيل لم يأخذ القرد معه عبر النهر، لذلك لن يستطيع القرد أن يحصل على ثمرة جوز الهند، إنه فيل أناني حقا. إنه من العار أن أوصف بذلك. عاد الفيل إلى القرد الصغير وقال له: هيا أيها القرد الصغير، اركب على ظهري، هيا. حقا، شكرا لك. وبذلك تمكن القرد الصغير من عبور النهر، وصل الفيل والقرد الصغير إلى أسفل الربوة. إنها هناك فوق، اصعد. إنها ربوة شديدة الوعورة ولن يستطيع الفيل أن يتسلقها. إنه أمر سهل، سأتسلق. لا إنه أمر رائع. ولكن إذا تركت الفيل هكذا ماذا يقول عني الجميع؟ القرد لم يرد جميل الفيل الذي عاونه على عبور النهر، إنه قرد ناكر للجميل. نعم، ناكر للجميل. إنه أمر مزعج أن أوصف بذلك. ها، خذ أيها الفيل. ها. شكرا جزيلا لك، هذا عون كبير. والآن أصبح لدي واحدة أيضا. وأنا كذلك. Ha 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 ha
انفجر القرد والفيل ضاحكين، ولم يعد أحد منهما يهتم بأن يصبح الأقوى، فقد وجدا ما هو أهم من ذلك، وجدا الصداقة.